Well, I don't know that. بعدين في إشي غريب، إحنا العرب دايماً في عنا أسئلة كتير عن جد غريبة وأنا مش قادر أفهمها. بتكون طالع من الحمام ومبلل، مبلل رسمي، بيجي بيسألوك شو متحمم؟ لا والله طالع من البحر. أو بتكون الصبح قاعد بالمحاض بالحمام بيدق عليك واحد طق طق طق، شو بتسوي؟ بلعب بلاي ستيشن، شو بسوي مثلاً؟ أو بتكون تستنى بالأسانسيل باب العمارة تاعتكم، بيجي عليك واحد شو طالع فوق؟ لا بستنى الشقة تنزلي. مش حعمل عرض كامل، حعمل إشي بدي أسميها بروفا إلي وتدريب إلي، لأنه أول مرة رح أطلع. أوكي طلعت قدام جمهور في مسرحيات في أكثر من مرة، بس أول مرة بدي أطلع قدام الجمهور وجه لوجه في الستاند أب كوميدي. أنا مثل السلطة الوطنية الفلسطينية عندي كتير عناصر بس ما عنديش توزيع صح، يعني كل جسمي كله شعر، بطني شعر، صدري شعر، إجري شعر، اكتافي شعر، حتى ركبي شعر، بس على شعري في الشيء. وممكن هذا هو سبب الاحتلال، لأنه إحنا كل مشاكلنا دائماً بندبها على الاحتلال. بدي أوصل إشي صغير، بدي أوصل إنه بنقدر تحت كل الظروف اللي إحنا عايشينها، تحت كل الأمور الصعبة اللي إحنا عايشينها، إنه في شوية أمل للضحك، إنه في عنا أمل. Here's the real scoop. I want that.